جزاكم الله خيرا. هذا سائل يا فضيلة الشيخ أبو إبراهيم يقول: ما حكم تخطي الصفوف يوم الجمعة للوصول إلى الصف الأول، وما الضابط في ذلك، وهل لخطيب الجمعة أن ينهى المتخطين عن الصلاة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يتخطى الرقاب، قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت. تخطي الرقاب حرام إلا إذا رأى فرجة في الصف الأمامي ولم تسد، فإنه يذهب إليها ليسدها، لأنهم هم الذين أخطأوا في تركها، يذهب ويسدها. أما إذا كان تخطى الرقاب بدون سبب وبدون مبرر هذا حرام. نعم.